السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، برحب بحضراتكم في قناة مدحت الحمولي الفنية. إذا ما عودتكم دايماً إن إحنا بنحاول نجدد وبنحاول نقدم أكتر من فيديو لأكتر من تقنية فنية، النهاردة هنعمل تقنية بسيطة جداً ناس كتيرة بتحبها وبنفسها تتعلمها، اللي هي فكرة الرسم 3D، إن أنا إزاي أعمل رسمة مسطحة وبين إن هي حاجة مجسمة. فهنحاول النهاردة نعمل رسمة بسيطة أوي كده، نتعلم من خلالها فكرة 3D بتيجي إزاي، وازاي اطلع الرسم فعلا احس ان هي حاجه مجسمه ومدي ايدي عشان امسكها. بس اهم حاجه عندي لو سمحتم، يعني لو الفيديو عجبكم تشيروه، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وان شاء الله الفيديو يعجبكم باذن الله. طبعا قدام الورقه والمسكره والقلم والرصاص، اول حاجه هعملها هاخد خط خفيف كده وهبتدي اعمل خط واحد ادي اتنين، وهكسر الخط بالشكل ده كده، لو نلاحظ الخطين مش متوازيين، يعني هتلاحظ ان المسافة في النص اكتر من فوق ومن تحت. هعمل خط كمان وخط كمان وخط كمان وخط كمان كمان خط تالت، يعني زي ما انتم شايفين كده ثلاث خطوط يمين وثلاثة شمال. بالشكل ده كده. بعد كده دي النهاية، هعمل ده كده، هعمل ده كده، ومن فوق برضو نفس الكلام، دي النهاية، أوصل ده كده، أوصل ده كده. بعد كده هبتدي مثلا واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين، هاجي من هنا اعمل الخط ده كده واعمل خط تالت، هنا كمان واعمل خط تالت كده برضه واعمل خط تالت من تحت، اعكس اخلي الخط من فوق، يعني ناحيه الصوم كده يبقى ناحية الخط اللي أنا عملته بالشكل ده. هاجي من هنا هوصل ده خط خفيف برضو، وهوصل ده خط خفيف، هاجي من هنا برضو نفس الكلام، أوصل ده خط خفيف، وأوصل ده ممكن احدد الشكل ده، الجزء اللي انا عامله ده سلم احدده وما احددش الخط اللي ورا ده، ونشوف هيطلع شكله عامل ازاي. هعمل السمك كده باللون الاسود،
نجمع في الأجزاء دي. ممكن اجي بعد كده على الشريط اللي انا عملته ده وابتدي ادي درجه للاسود. وخليها تخف من ناحيه بره، يعني خلي الخط ما يبقاش بعيد. بعد كده هتيجي عند الخط اللي انت خدته في الاول، هتبتدي تتني الورقة. ممكن اعمل اي اكسسوارات كده كأن في مسامير. فكرة ان شغل 3D بيعتمد جزء كبير منه على التصوير، يعني انت لازم تصور من زاوية. احنا دلوقتي طبعا احنا تنينا الورقة، فلازم بتاخد من زاوية معينة عشان تطلع الصورة في بفاها فعلا من خداع البصر. وعلى فكرة احنا في اكتر من نوع من ال 3D، يعني ده نوع منهم. احنا ممكن نتعلم حاجات تانية في مرات تانية ان شاء الله، ازاي اخلي حاجة تبقى باينة اكنها طايرة، حاجة برضو باينة اكنها موجودة فعلا قدامي على الترابيزة. فده بس انا بدأت معاكم كده بحاجة بسيطة. وبكده طبعا زي ما حضراتكم شايفين انا عملت رسمة 3D بسيطة جدا. وطبعا الشغل ده احنا لما بنشوفه بننبهر، وادي فكرته طبعا في منتهى السهولة في منتهى البساطة. نقدر اي حد فينا حتى ما بيعرفش يرسم ممكن يعمل فكرة زي كده. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هنصعب الموضوع اكتر وناخد حاجه تكون فيها فكره اكتر. وبس اهم حاجه تتابعوا معايا. وطبعا في نهايه الفيديو بشكركم وبتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه. طبعا على وعد بلقاء قادم ان شاء الله في فيديو جديد وفي تقنيه جديده. اهم حاجه تتابعوني، اعملوا طبعا سبسكرايب للقناه، وما تنسوش طبعا تفعلوا زر الجرس. ولو الفيديو عجبكم يا ريت تشيروه. شكرا.